بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ورمضان كريم على حضراتكم جميعا، جميع مشاهدينا الكرام ومشاهدي برنامج واحد من الناس في كل مكان. احنا سعداء جدا ان احنا نلتقي معاكم يوميا كل يوم في رمضان. اولا بمسي على زمايلي اللي معايا في العربيه اللي شغالين معايا ليل نهار، الحقيقه ربنا يكرمهم، منورين يا رجاله. صباح الفل عليكم جميعا. ايه اخباركم؟ ايه كويسين؟ تمام الحمد لله. طب الحمد لله. احنا زي ما حضراتكم عارفين متعودين كل يوم في برنامج واحد من الناس بنلف فيها في شوارع ومحافظات مصر كلها ندور عن العمال تحديدا. وانا ليه بدور على العمال؟ انا بدور على الباني، البنا، الصانع، العامل اللي بيبني ويتعب ويشقى عشان يشيد لنا اهم المشروعات القوميه اللي موجوده النهارده في البلد. والبنا هو الاساس، هو الحقيقه، هو الواقع الجميل، اللي هو المصري الاصيل اللي بيتعب ويشقى ويبني عشان يكسب من عرق جبينه ويبني لنا مشروعات جميله في كل مجال بقى، في الصرف الصحي، في الميه، في الكهرباء، في بناء المدارس، في بناء المستشفيات، في بناء المدن الجديده. الحقيقه ان العامل هو الاساس، صح يا جماعه؟ صح. يعني انا بفترض كده، مين فينا عمره فكر ان اي حاجه ممكن تتم من غير ما يكون في عامل وراها او بنا وراها او صانع وراها؟ من ها؟ لا طبعا مفيش. يعني انا بتصور كده، يعني عشان كده احنا واحد من الناس السنه دي متبني وجهه نظر ان احنا نكرم عمال مصر ونقول لهم شكرا كتر خيركم. فيلا بينا ونشوف كده. بقول لك ايه، اطلع على طول. خليه بقى نكمل على طول كده يا احمد. ها خد يمينك في هنا اظن محطه صرف صحي بتبني، اظن مظبوط يا ابو رواش. في ابو رواش. طب كمل على ابو رواش لو سمحت. انتوا عارفين يا جماعه ان المحطه بتاعت ميه الصرف الصحي دي اللي احنا رايحينها دي ان شاء الله باذن الله عباره عن ايه؟ المحطة دي انت عارف دي تاني اكبر محطة على مستوى الجمهورية، بتخدم حوالي 9 مليون نسمة، تكلفتها اظن 6 مليار جنيه. المشروع ده يعني بيمكن الدولة انها تستغل المية، يعني الاستغلال الامثل وطريقة معالجتها. بتخدم بقى المنطقة دي، عارف كم منطقة؟ هنا بقى بتخدم بقى المنطقة دي، المنطقة بتاعت جزيرة محمد وطناش ومدينة الشيخ زايد ومنيل شيحة، اظن ابو النمرس كمان، يعني الحقيقه عده اماكن كتيره جدا هي بتخدمها وكمان بيحصل فيها توسعات. تعالوا نشوف بقى العمال الجمال اللي بيشتغلوا هناك دولت بيعملوا ايه. يلا بينا. صباح الفل. رمضان كريم. الله اكبر. كل سنه وانت طيب. سلام. احنا جايين نبص على المحطه جوه. ماشي يا فندم، تشرفونا. افتح لنا الله يخليك. مش في ناس شغالين ولا انتوا اجازه النهارده؟ شغالين يا فندم. طب يلا عشان نشوف. افتح. انت اسمك ايه؟ اسمي محمود. انت منين؟ من الالوبيه. طوخه الالوبيه. لحظه، عندك اولاد قد ايه يا محمود؟ عندي 2. ما شاء الله. مبسوط في الشغل هنا؟ الحمد لله تمام. يعني مستوره؟ اه الحمد لله تمام. طيب الحمد لله. وزميلك ده بيشتغل فين؟ اللي واقف على البوابه. هات لنا كده نتعرف عليه برضه. مينا. تعالى يا مينا. ومعانا مينا ومحمود اهو. ازيك يا مينا؟ تمام. كل سنه طيب. وحضرتك طيب. وصيام مبارك عليك ان شاء الله. علينا جميعا. بتشتغل هنا ايه؟ فرد امن. فرد امن، انت منين؟ انا من اساسا من اسيوط. من اسيوط. يعني قلوبيه واسيوط. منورين. مبسوطين في المحطة هنا؟ الحمد لله على خير. طب يعني هخش ابص على المحطة كده وبعرف رأيك. اتفضل. بعد اذنك. يومكم جميل يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. اتعرف بحضرتك؟
حميد احمد غانم مدير امن كونتراك في الموقع هنا. اهلا وسهلا، اتعرف بحضراتكم. وليد عبد الرحمن علي. ايوه. مشرف تشغيل في محطه برواش. ايوه. وماسكين تشغيل وصيانه في المحطه. المحطه دي بتعمل ايه؟ المحطه دي يعني محطه معالجه بتعالج 1.6 مليون لتر مكعب في اليوم، ومعالجه ثنائيه وهتبقى ثلاثيه ان شاء الله. ما شاء الله. تعرف حضرتك؟ مهندس حسام الدين عبد الله، نائب مدير تشغيل محطه برواش. منين؟ من اليوب. رمضان كريم. تعرف حضرتك؟ مهندس ايهاب همام، رئيس قسم السلامه والصحه المهنيه شركه تراسكواليا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. تعرف حضرتك؟ مهندس ديفيد في التشغيل هنا في المحطه الجديده. اهلا وسهلا. تعرف حضرتك؟ عمرو عبد الحليم، فني تشغيل. اهلا وسهلا. منين؟ من العياط. من العياط. اهلا وسهلا حضرتك. عبد الله حسن، مشرف امن صناعي في المحطه. منين؟ من سوهاج يا فندم. من سوهاج. اهلا وسهلا. تعرف بحضرتك؟ احمد طه. حضرتك منين؟ بني سويف. بتشتغل ايه؟ فني تشغيل هنا حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. ماهر مسعد من بني سويف. بتشتغل ايه؟ فني مشغل. اهلا وسهلا بحضرتك. ابراهيم مكرم، فني تشغيل من المنيا. من المنيا. وائل مكرم عطيه، فني تشغيل. اهلا يا وائل. اهلا بحضرتك. جميل يوسف من الغربيه، فني تشغيل. اهلا بحضرتك. تعالى. انت منين؟ انا من بلاد كرور. اسمك ايه؟ كرولوس تامر. اهلا بيك. حضرتك منين؟ انا من بني سويف، مشرف عام تشغيل. اسمك ايه؟ محمد سليم. اهلا بك يا محمد. اهلا بك. رمضان كريم. الله اكرم. كل سنه. الحقيقه احنا كنا ماشيين كده يعني بالعربيه في واحد من الناس، وقاعدين يعني سمعنا عن هذا المشروع الكبير، فحبينا نيجي نتعرف بحضراتكم ونقول لكم شكرا، كتر خيركم، انتوا بتعملوا عمل عظيم جدا جدا، ونسلي صيامنا معاكم كده. ايه رايكم؟ حاجه شرف يعني، عمل قوم يعني لمصر كلها. واحنا انت عندك اولاد قد ايه يا محمد؟ ايه؟ اولاد قد ايه؟ عندي ثلاثة. مين ومين ومين؟ مجدة 14 سنة، سليم 12 سنة، علاء او سيف ده سنتين ونص. هتفطر معاهم النهاردة؟ طبعا ان شاء الله. بتروح فين بقى؟ ايه؟ انت مسافة بعيدة ولا؟ لا 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 مش بعيد، انا ساكن في حلوان بس الاساس من بني سويف يعني. بس. وساعات تفطروا في الموقع هنا؟ طبعا. في عندنا شيفت مورنينج ونايت، دول مقسومين على مجموعتين بيفطروا هنا. طبعا الشغل هنا يعني ده عمل عظيم الحمد لله، كله بيخدم فيه، فما ينفعش ان احنا ندخل على المحطه او بغض النظر عن حاجات كتير، بس الحمد لله يعني مبسوطين. طبعا نشتغل في مشروع، طبعا شرف لاي حد نشتغل فيه، مشروع كبير بيحقق اهداف كبيره المشروع ده. طبعا يا فندم، اول حاجه طبعا بس اهم حاجه فيه العامل. اهم حاجه العامل، وانا بصفتي رئيس قسم السلامه والصحه المهنيه من اهم الحاجات اللي بهتم بيها سلامه العمال. زي ما بنهتم بانجاز المشروع بنسبه 100% وبنجاح كامل، بنهتم بسلامه العمال والحفاظ على صحتهم. من ضمن السلامه دي السلامه النفسيه والسلامه الاجتماعيه، وان شاء الله طبعا حضرتك تسالهم متاكد من حاجه زي كده. عندك اولاد ايه؟ عندي 5 اولاد. مين هم بقى؟ روان وحمزه ويوسف ورؤيه وغاده. ايه ده ما شاء الله. انت مين قلت لي؟ العياط. العياط. ونفسك بقى يطلعوا ايه ولادك؟ دكاتره ومهندسين ان شاء الله. دكاتره ومهندسين ان شاء الله. ليه؟ امنيه حياتي كده ان شاء الله. ربنا يا رب كده يحقق لك. تيجي كده على الفطار كده تقول يا رب عايز ايه؟ اتمنى ايه؟ بتمنى عيالي يتعلموا كويس. شعورك ايه وانتوا كلكم شغالين في مشروع كبير كده؟ مشروع انا بحس انه مشروع قومي يعني مهم. تحس بايه؟ شعوري مرتاح نفسيا ان انا بادي عملي كويس وفاهم شغل. ربنا يوفقكم. طب انا يعني اقربوا كده يعني هقول لكم شويه فوازير زي بما اننا في رمضان. مين الفريق اللي كسب في كاس الامم الافريقيه في عام 98؟ مصر. طب مفكر شويه. مصر. مصر. حد ليه راي تاني؟ بوركينا فاسو. بوركينا فاسو. هو اللي قال بوركينا فاسو. بوركينا فاسو. حد ليه راي ثالث؟ مصر. مبروك، انت فزت معانا باول جايزه 2000 جنيه. شكرا. طيب بمناسبه ان مصر فازت في كاس الامم الافريقيه 98، هل تعرفوا مين المدرب اللي كان بيدرب منتخب مصر في الفتره؟ كابتن جوهر. انت مذاكر، انت مذاكر على طول، مذاكر على طول. لا كلنا كويره هنا. ها ولا كلكم كويره هنا يعني؟ ها طيب يا سيدي، وادي 2000 كمان هديه مننا ليك عشان قلت كابتن جوهري. طيب في مشروع كبير جدا بيتعمل في الجيزه، المشروع ده عشان الاثار، متحف المصري، حاجه محترمه جدا عظيمه لبلدنا. اكيد المتحف المصري ولا في حاجه تانية؟ اثار يا فندم ودعايه. المتحف المصري وفي المونوريل المشروعات العظيمه. المتحف المصري مبروك يا سيدي، وادي 2000 جنيه هديه من البرنامج ليك. احنا في رمضان عاملين مسلسلات كتير بنتفرج عليها،
في مسلسل في رمضان بيلعب بطولته النجم كريم عبد العزيز. الحشاشين. في حد ليه رأي تاني؟ كريم عبد العزيز. بس مش اسم تاني المسلسل؟ لا اسمه الحشاشين. طيب يا سيدي مبروك 2000 جنيه. الله يبارك لك شكرا. ألف شكر. الله يخليك. في لاعب مصري شهير جدا جدا الحقيقة وخد لقب أفضل هداف الدوري الإنجليزي. محمد صلاح. لا ما فكروا شوية. محمد صلاح هو اللي أكيد محمد صلاح. تعرف عليك. سعيد محمود سعيد. مبروك يا محمود سعيد 2000 جنيه. الله احنا عطلناكم. كل سنة طيبين ورمضان كريم. احنا جايين بس عشان نقول لكم احنا بنحترمكم وبنقدركم وبنحترم كل عامل وكل مهندس وكل فني بيبني في البلد دي في عز نهار رمضان. مسلم مسيحي كلنا صايمين وكلنا بنشتغل بايد واحده فده في حد ذاته شيء جميل ومحترم. بشكركم جدا جدا وانا فخور ان انا كنت مع حضراتكم في محطه الصرف الصحي اللي موجوده في براواش وبشكر جدا الساده المديرين والناس المحترمين اللي موجودين اللي كلنا يعني واقفين جنب بعض في ايدين بعض. اشوفكم على خير رمضان كريم. السلام عليكم. وزي ما شفنا احنا النهارده كنا في مشروع جميل جدا مشروع الصرف الصحي ابو رواش. العمال هم اللي بيشغلوه هم اللي بيعملوه هم اللي بيبنوه. لهم مننا كل احترام. كل عامل في مصر ليه مننا كل احترام وتقدير. هم دول بنات وصناع مصر ان شاء الله.